بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه سلسلة جديدة بعنوان كلمة استوقفتني. هناك مئات الكلمات القرآنية التي ينبغي علينا أن نتدبرها، نتأمل معانيها، لأننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل وسوف يسألنا عن هذا القرآن. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف نسأل عن هذا القرآن. لذلك أحبتي في الله، في الدقائق القليلة سأتأمل معكم كلمة المتوسمين، كلمة ربما الكثير لم يسمع بها ولم يعلم أين وردت في القرآن، يعني أين وردت هذه الكلمة. من الجميل أيها الأحبة أن تلقى الله عز وجل وأنت عالم بكتابه العظيم، أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت حافظ لكلامه وأنت لديك هذا العلم، لأن الله كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد خشية لله. هذا مدح للعلماء. كيف استحقوا هذا المديح من الله سبحانه وتعالى؟ بسبب تعمقهم ودراستهم وتفكرهم في كلام الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة أيها الأحبة، كلمة المتوسمين، وردت في قصة سيدنا لوط عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كانت تهمته الوحيدة أنه كان طاهرا. أرادوا أن يخرجوه من القرية. قالوا ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، أصبحت الطهارة تهمة للأسف. اليوم في الغرب أيها الأحبة أباحوا زواج، يعني هو ليس زواج، هو فاحشة، ولكن يطلقون عليه تسمية جميلة، يعني زواج المثليين، رجل يرتكب الفاحشة مع رجل أو امرأة ترتكب الفاحشة مع امرأة، قمة القذارة. هذا الفعل هو في قمة الفاحشة والقذارة والخبث والسوء. لذلك هؤلاء يكرهون الطهارة، لا يحبون التطهر، تماما مثل قوم لوط كانوا يكرهون المتطهرين. طيب ما هي عقوبتهم أيها الأحبة؟ الله تبارك وتعالى قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. حجارة أمطرت عليهم من بركان أو من شيء، يعني قذف عليهم حجارة ملتهبة، قد يكون بركان قد يكون غير ذلك، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل يعني ملتهبة وتقذف كل شخص كأنها يعني تحدد مصير كل شخص، فتقذف هذا الشخص بالذات. طيب بعد ما انتهت القصة ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني هناك آيات، عبر، معجزات للمتوسمين. المتوسمون أيها الأحبة هم الذين يتفكرون ويتدبرون وينظرون ويعتبرون ويتفرسون، كما في تفسير الطبري، يعني يدرك عواقب هذا الأمر فيمتنع عنه. لذلك المؤمن دائما يتوسم، هو من المتوسمين الذين يتفكرون في عواقب هذه الجرائم فينهى عنها، لا يتقبلها، ويبتعد عن الشر ويحذر منه. لذلك أحبتي في الله، خلاصة هذه الحلقة، كلمة للمتوسمين وردت في قصة سيدنا لوط في آخر القصة، ومعناها النظر والتدبر والتفكر والاعتبار. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمعتبرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.